لقاؤكم أو لقاء ممثلين ناشطين والتنسيقيات مع القضاء الأعلى، هل وصلتم إلى قناعة بأنه بالفعل من قتل المتظاهرين سينال جزاءه العادل؟ شكرا جزيلا أخي الكريم. يعني إحنا ما وصلنا إلى هذه القناعة التامة بأنه فعلا سيتم محاكمة قتلة المتظاهرين، ولكنه جزء أساسي من مهامنا بأنه متابعة هذه القضايا والضغط على القضاء والمحافظة على استقلاليته لغرض متابعة قضايا قتل المتظاهرين. وكذلك يعني الجزء الآخر الأهم في هذه الموضوع بأنه هناك قضايا كيدية أولا ضد المتظاهرين، هناك إجراءات أمنية ضد المتظاهرين، وهناك أيضا كان شاغل أن في لقائنا مع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد رئيس الإشراف القضائي بأنه القضية الوطنية الأهم وهي قضية الفساد. المتابعة راح تبقى مستمرة ونسعى إلى إدامتها مع المحاكم الاستئنافية في المحافظات، وبالتالي أيضا هناك قضايا ملحة تخص بعض المعتقلين المتهمين بقتل المتظاهرين، وأيضا أبدينا بأنه خوفنا من أنه تسوف هذه القضايا لوقوف جهات نافذة خلف هؤلاء الأشخاص، خاصة بأنه قضية الشهيد شهيد الوطن إيهاب الوزني، وكذلك قضية فرق الموت في البصرة. وهناك الآن بعض المعتقلين وهو المعتقل بشير عباس في محافظة البصرة الذي تم الحكم عليه لمدة 10 سنوات نتيجة هذه الدعاوى الكيدية ونتيجة أرغام المتظاهرين وكسرهم واستعمال القضاء لغرض النيل منهم وثنيهم عن ممارسة حريتهم الاحتجاجية. كل هذا كانت شغلنا الشاغل في لقائنا مع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذلك السيد رئيس جهاز الإشراف القضائي. طيب سيد سجاد، أرحب بك من جديد في هذه النشرة. وفي ظل استقبال القضاء اليوم يعني لعدد من ممثلي تنسيقيات التظاهرات الشعبية تضافر الجهود، لنقول هل سيسرع بحسم هذه القضايا وإنصاف عوائل الضحايا والشهداء؟ ما نخفي يعني حتى كلامنا كان مع سيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بأنه كان القضاء العراقي متأخر جدا، النتيجة بأنه عندنا 800 شهيد وقضايا قليلة جدا ما تتجاوز عدد أصابع اليد واحدة اللي تم الحكم على أو كشف المتورطين بهذه القضايا. فكل هذه الأمور هي كانت في بالنا، ولكن إحنا نريد بأنه العدالة أن تكون عدالة حقيقية ومستدامة. وحتى تكلمنا مع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بأنه كضغط شعبي كشارع احتجاجي كجماهير محتجة مستعدين أن نبذل الغالي والنفيس للمحافظة على استقلالية القضاء وأن يقوم بمهامه بحيادية وبعيدا عن الضغوط السياسية لفتح هذا الملف المهم ملف قتل المتظاهرين. بالنتيجة هذا الملف إذا ما تم فتحه وإذا ما تم الكشف عن كل قتلة المتظاهرين الحركة الاحتجاجية راح تصاعد وتروح إلى مديات خطيرة. مسألة الدم يجب أن نقف عندها، وماكو مؤسسة الآن الكرة في ملعبها مثل مؤسسة القضاء لكشف عن قتلة المتظاهرين والسلطات. كلام جميل. ولكن قبل قليل أستاذ سجاد ذكرت بأن هناك قضايا كيدية ضد ناشطين ضد متظاهرين، أين هذه القضايا الكيدية؟ في جميع المحافظات العراقية؟ نعم، في محافظة. هل لديكم أرقام أعداد؟ طرحتم هذا الملف على مجلس القضاء الأعلى خصوصا وأنكم قد التقيتم برئيس مجلس القضاء الأعلى، وهذا أعتقد كافي. تمام أستاذ العزيز، خل أبين لك جانب من القضايا الكيدية. وإحنا تكلمنا مع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وطلبنا منه بأنه تكون معالجة قضائية لهذا الجانب خاصة. جيد. مثلا هناك قضايا مخدرات، قضايا سرقة دائما ما تكون مجهولة. الطريقة اللي تتبع للنيل من المتظاهرين في هذه القضايا تحديدا بأنه تروح كتب من الأجهزة الاستخبارية، الأجهزة الاستخبارية تحديدا مو الأجهزة الأمنية، إلى المحاكم بأنه هذه الأجهزة المعلومات الاستخبارية تتهم متظاهر في السين بأنه هو اللي قام بالسرقة أو هو اللي قام بتعاطي المخدرات أو بالمتاجرة بالمخدرات أو أي قضية جنائية أو أي ملف جنائي آخر بعيد عن القضايا المتعلقة بالتظاهرات، حتى يبين هذا المتظاهر كأنه سارق أو كأنه ممارس لعمل إجرامي آخر بعيد عن ممارسته لحق الاحتجاجي. هذه القضايا عانينا فيها في كثير من المحافظات، وهناك فعلا أشخاص عليهم أوامر إلقاء قبض وتم يعني ثنيهم حتى عن ممارسة الاحتجاج وعن الخروج في التظاهرات تحت ضغط هذه القضايا. بالنتيجة هذا من يأخذوه بناء على هذه المعلومات من تصدر بحق مذكرة إلقاء قبض، ومن يأخذه ما يتم التحقيق معه على أساس هذه الجريمة المنسوبة إليه، وإنما يتم التحقيق معه
على أساس التظاهرات ومن هم الممولين للتظاهرات، يعني كما يقولون وما هي الأجندة ومن هم الفاعلين في التظاهرات. طيب هل لديكم أرقام في جانب يا أستاذ سجاد؟ في جانب. أنت الآن تتكلم بشكل عام وتقول البعض وهناك دعوة كيدية، ولكن أرقام، أنتم ذهبتم إلى مجلس القضاء الأعلى وقال لكم مجلس القضاء بأنه لا يمكن البت بأي قضية دون أدلة دامغة تدين الجاني وتنصف المجنى عليه، فهل لديكم أرقام؟ صحيح. ذهبتم بأشياء ملموسة أم أنك؟ نعم نعم نعم. بالمناسبة بالمناسبة القضاء، نعم القضاء كان مطلع تماما على هذا الجانب، وهو يعني حتى في بعض المحاكم الاستئنافية احنا كمحامين ايضا ودافعنا عن المتظاهرين نعرف حرج القضاء في هذا الجانب. مثلا في النجف 25 شخص تم تقديم تقرير استخباري الى الجهاز القضائي حول هؤلاء، تقرير معلومات فقط، لأنه القوات الأمنية عندها نية بإصدار يعني أن تستحصل مذكرات إلقاء قبض من القضاء حتى تلاحق هؤلاء بتهم جنائية ظاهرها، ولكنها في الباطن هي تهم تتعلق بالتظاهر، التحقيق يتم معهم على أساس التظاهر. مثلا في محافظة واسط هناك تقرير استخباري وصل قبل فترة طويلة، مو الآن أتكلم، عن 300 متظاهر، ولكن القضاء بحنكته وبمعالجته تمكن من تفادي هذا الموضوع. القضاء العراقي عنده علم بهذه المجريات وعنده استطلاع كافي عن كل المحاكم الاستئنافية، ويعرف أحيانا كيد الأجهزة الاستخبارية للنيل من المتظاهرين. تم وعدنا بأنه راح تكون هناك معالجات قضائية لهذا الجانب، مثلا بأنه إحدى المعالجات القضائية أو الحلول أو المقترحات اللي انطرحت في هذا الموضوع بأنه ما يتم إحضار أي متظاهر بناء على كتاب معلومات من جهة استخبارية، ولكن القاضي حتى يتفادى هذا الجانب راح يطلب مصدر المعلومة أو يخاطب الجهات الاستخبارية بأنه يتم تقرير مفصل وبالأدلة وموثق حول هذه الجريمة بحق المتظاهر. نعم. هذه إحدى الحلول اللي طرحناها من خلال عملنا كمتظاهرين. والقضاء استجابته واقعية وحقيقية لهذا الموضوع. إذن كل الشكر للناشط المدني السيد سجاد سالم، شكرا جزيلا لك.